احنا سوينا استبيان من العديد من محافظاتنا العراقية الكريمة، طرحنا على الناس بعض الأسئلة المختلفة على بعض الناس أيضا المتنوعين، وإجتنا إجابات واحتمالات مختلفة وعديدة راح نعتمدها اليوم في برنامجنا هذا. والعائلتين اللي ويانا اليوم بالاستوديو لازم يعرفون هذه الاحتمالات والإجابات حتى يحصلون على أعلى النقاط ويفوزون بجائزة قيمتها 10 مليون دينار عراقي.